معانا السيدة أم محمود، تتفضل. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ازيك وبركاته. يا فضيلة الشيخ؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. الله. طيب يا سيدة أم محمود، لو سمحت بعد إذن ممكن توطي التلفزيون، تسمعيني من التليفون؟ ماشي، وطي التلفزيون شوية. فينا بسيط. ايوه اتفضلي. ايوه فضيلة الشيخ، عندي جارتي رجلها مبتورة وعايزة، مش عارفة تصلي، يعني عايزة تصلي ومش عارفة عشان بيشيلوها ويحطوا فيها. نعم، فانت بتتكلمي دلوقتي على الوضوء ولا بتتكلمي على كيفية الصلاة؟ على الوضوء وعلى كيفية الصلاة. طيب فين سؤالك بقى في الوضوء؟ هل هي مش هي ما بتقدرش تتوضى؟ ما هي بترلها رجليها، طيب وطبعا هيشيلوها ويودوها، فهي يعني ايه نفسها تصلي بس مش عارفه، يعني قاعده عند عيالها من هنا لهنا مش شحططه. فقلت لها اسالك فضيله الشيخ. طيب على دماغي، على راسي، ربنا الله يجمعنا بين يخليك. تمام الاجر والعافيه، فوق الله. دماغي من فوق. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، القهوه ده حضرتك. شكرا طيب بصي لحضرتك. بصي يا حاجه ام محمود، اولا هي تعمل ايه اذا كان اولادها بيكونوا موجودين وبيقدروا يخلوها تنتقل عشان تتوضى، وهي قادره تروح تتوضى تتوضى، وممكن تجمع ما بين الصلاتين بوضوء واحد. مش قادره تتوضى تتيمم، تجيب حجر كده جنبها وتروح ضربة عليه ضربه وتمسح بيه وجهها، وضربه تمسح بيها ايديها وتتيمم. فاذا ما كانتش قادره، ما فيش حد يوضيها، او هي مش قادره تتوضى تتيمم خلاص كده، وما تنقطعش عن الصلاه ابدا، وتصلي على هيئتها. مش قادره تصلي واقفه تصلي قاعده، او تصلي براسها، فتصلي على كل حال. واذا كانت مش قادره تتوضى تتيمم خلاص كده، عشان بس ايه لا تتوقف ابدا عن الصلاه. نعم استاذه دعاء، تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه كل دعاء. سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. هو زياره المقابر في رمضان حرام؟ طيب ده في سؤال تاني يا استاذ دعاء. يا فندم معلش، الميك اب الخفيف في رمضان ده هل بيفطر؟ ايه تاني ايه؟ الميك اب المكياج يعني. طيب هجاوب حضرتك. طيب السؤال الاولاني بتقول السؤال الاولاني بتقول هل زياره المقابر في رمضان حرام؟ لا، مفيش اي ما يمنع من زياره المقابر، بالعكس زياره المقابر دي عند المقصد الحسن فيها هذه عباده. ألا إنني كنت قد نعيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فمسألة التذكر والذكرى ده نوع من أنواع العبادات إن الإنسان يفعلها، بس ما يروحش الإنسان فيقلب المواجع ويترك الرضا ويلجأ إلى سخط الله سبحانه وتعالى. فزيارة المقابر في رمضان ليس هناك ما يمنعها.